وانا في كتير يعني انتم تقريبا خدتوا شويه فيه في الحوار بطل السنه فاتت انا ما خططتش فيه عشان طبعا لو خططت فيه هيبقى الاسئله لود على الفضل كان يعني ما بلاش نفكر عليه وفي يعني ان هو ايه اشترك قبل كده يعني ارتيا سبلاي اوف ذا ابر ليم وبعد كده انا سمولس اويل سكابلا وعند الالبوم و شوية عندنا فيه ارتيا سبلاي اوف ذا ابر ليم الابر ليم ارتيا سبلاي بيطلع منين؟ من السبتريك الارضي الرايت على بيتش فلك والليفت على طول الارش اول طاق بعدين الكلام ده كويس ادي السبتريك عند الاوتر بودر بتاع فيرست ليب بقى اكزيلاري طيب فايل بتريس ماينور عفوا بتريس ماينور الى فين السباع بروكسيمال ليها سكند بار بعد ايه ثيرد بار ينتهي عند اللور بوردر اوف تريس ميجور ويكمل ازي بريك الارك يعني تريس ميجور هو الحد الفاصل بين الاكزيلا وبين الارك وبتعمل حاجه اسمها الاكزيلا هنا ده اسمها الانتيريور فورتو اكزيلا اللي هي بتريس ميجور ودي هنا بوستيريور فورتو اكزيلا اللي هي تريس ميجور ولو حطيت لك عليها ممكن تحس بالسيشن اوف ذا ايه ثيرد بار اوف ذا اكزيلا ارتي لان هتكلم على دي شويه كليك عليها بسيطه بعد شويه دلوقتي طيب فرانشات الفيرست بار صوره هي فيرست بار دي برانش واحد السكند دي اثنين برانشز الثيرد دي ثلاثه برانشز الاول الفيرست بار دي برانش واحد السكند اثنين والثيرد ثلاثه مش هكتر كتير في الكلام ده. كان يعني يعلمونا زمان عشان هو فيرست بارت يبقى يدي برانش واحد، عشان هو سكند بارت يدي برانش اثنين، عشان هو ثيرد بارت يدي ثلاثة. ليه بقى يعني بيسموها ايه؟ يعني التجمعات بقى وكده كده. الفيرست بارت اسمه شمال تراسك ارت مش مهم، السكند بارت تراكع كوميدي ولا تراسك. اللي يهمنا الثيرد بارت بيدينا حاجة اسمها سب سكيبرال ارتي وبرانش منه كبير مهم في مثير كامبوس سكابرال ارتري وبعد كده بيديني انتيريور اند بوستيريور سيركمفلكس هيومرال ارتري عايز تقول ايه؟ الرسمه اللي جايه تبين لك اكتر ايوه ادي هنا خليك معايا خلينا ورا خلينا ورا يبقى انتيريور and posterior circumflexion of the artist anterior and posterior circumflexion of the artist they encircle the surgical leg of the humerus and this apply the shoulder joint هتلاحظ ان في الشولدر جوينت والالبو جوينت وفي الريست وداخل الهام عشان هنا في موفمنت كتير في الليم فربنا بيديله اعطيها سبيس كتير عشان ايه؟ فاي حاجه تتحرك البلاس ده ما فتلاقي القلب عنده حركات كتيره فليكشن واكستنشن وابدكشن وابدكشن وميديال روتيشن ولاترال روتيشن وسيركمدكشن طبعا الحاجات دي كلها ما بتاثرش ايه بلاس سبلاي ليه؟ لانه ات هاز ريتش بلاس سبلاي ات هاز تو ارتريز انتيريور بوزيشن كومبلكس فور ارتريز وحاجه بتجيله من فوق كمان حاجه اسمها اكرونيا برانش يبقى السمويس حوالين ايه؟ حوالين الايه؟ السيرجيكال نيك اند ذيس السمويس سبلاي ذا ايه؟ شولدر جوينت كمان سوى نستخدم نعم. لا تسكتين دي حاجة تانية. أنا بتكلم على الشولدر. بتكلم كشولدر. وبعدين عندنا فيه اللي هو البرانش ده اللي هو سب سكابلر هضطر أروح للصورة التانية عشان إيه؟ أقدر أكلمك عنه. اللي هو أنا اسمه سب سكابلر. أيوه هي دي. أدي هنا سترجي كاملين. وأدي هنا. السب سكابلر أرتي. دي حاجة اسمها سيركمفلكس سكابلر. يبقى الاثنين سبلاي للسكابيلا وبعد كده انا سيموز مع هنا ده سبليمنت ارت الفيرست بارت في حاجه اسمها ايه؟ سايرو سيرفايكال ترانك يديني سوبرفيشال سيرفايكال ويديني سوبرا سكابيلا السوبرا سكابيلا سبلاي بايه؟ سوبرا سبلاي سبوسا وسوبرا سبلاي سبوسا وسوبرفيشال سيرفايكال يدي برانش دي اسمها يمشي على الميديال بورد اوف ذا سكابيلا المهم هنا يبقى في انا سيموز السيموز بقى بين ايه؟ بين الثيرد بار فاكزيلا ارتري ممثل في السيركمفلكس سكابلا والسب سكابلا وبين الفريست بار والسبليد الارتي ممثل في الايه؟ اللي هو دورسال سكابلا الارتي والسوبر سكابلا الارتي تاني يبقى في هنا في هنا اقول حاضر في انا سويس مهم بين الفريست بار
من الفيرست بار اوف سبتيبيال ارتري والثيرد بار اوف اكسيلري ارتري انستيموزس ان امبورتنت انستيموزس اراوند ذا سكابولا بتوين ذا فيرست بار اوف سبتيبيال ارتري والثيرد بار اوف اكسيلري ارتري. فيرست بار سبتيبيال ممثل باثنين ارتريز سوبرا سكابولا اند دورسال سكابولا والثيرد بار يدينا حاجه اسمها سب سكابولار ارتري ويطلع منه برانش اسمه سيركمفيكس سكابولار. معايا لحد كده؟ السموزس ده بين ايه وايه؟ ارتريز كبيره فيرست بار سب كريبيان ارتري والثيرد بار سب ارتري. يبقى لو انا قفلت السب كريبيان بعد ما يجي سيرك فيكس تراني لو بقت الثيرد بار هنا يبقى البلاس سبلاي كان ريتش دي ابر ليمب فريلي ثرو ذيس السموزس اراوند سكابولار. واضح؟ تاني يبقى ذيس انسمولس امبورتنت انسمولس اراوند ذا سكابولا الاوز فور كولاتر سيركريشن تو ذا ابر ليمب فريلي ان كيس اوف اوكلوجن اوف ذا سبتيبيال ارتري بس بشرط ديستال تو ذا اوريجن اوف ذا ثايرو سيرفيكال ترانك تل بروكسيمال تو ذا ايه سب سكابولار ارتري اللي هو الثيرد بارت اوف ذا ارتري. المنطقة لو قفلت كلها مفيش أي مشكلة البلد يلف حوالين السكابولا ويمشي الأبر ليمب فريلي لأن في أنستيموزس مهمة بين الفيرست بار أوف سبتيبيال أرتري والثيرد بار أوف ذا أكسيلري أرتري. يا ترى فاهمين؟ واضح؟ أقول تاني؟ أقول تاني مرة أخيرة. يبقى بنقول إن في أنستيموزس إمبورتنت أنستيموزس أراوند ذا سكابولا بتوين ذا فيرست بار أوف سبتيبيال أرتري والثيرد بار في الاكسيلري ارتري. This anastomosis allows for efficient collateral circulation to supply the upper limb sufficiently and freely without any danger effect on upper limb in case of occlusion of the subcranial artery distal to the origin of the thyroid cervical trunk till the third bar of axillary artery proximal to the origin of the subscapular artery. واضح؟ معايا فاهمين؟ فاهمين يا شباب؟ ترى المنطقة الديستال يا دكتور. نعم؟ نعم. المنطقة الديستال اللي تقصد بها الديستال. طب خلينا ايه؟ الموضوع محتاج رسمة. اتفقنا كده؟ بس هو سيرفايكال ده اتنين دورسال سكابولار وسوبرا سكابولار وعارفين مصدرهم ايه؟ من الفيرست بارت اوف سبكلينال ارتري. طب السبكلينال ارتري مش هتكلم عشان بس ايه ماشي رسمه
ادي هنا كمل لي ادي بقى الانفيرير ارتري لغايه السيرف بقى. السيرف ارتري يديني هنا يديني ايه؟ صاب سكابيولا ارتري. بيطلع من برانش كمان اسمه ايه؟ سيركمفيكس سكابيولا. ديس برانش وابنه انا استموز مع دول كده هنا. يبقى هنا في ايه؟ سفشن اسموز اراوند ذا ايه؟ اراوند ذا ايه؟ سكابيولا. بتوين ذا ثيرد بار اوف اكسيلري ارتري والفيرست بار شفرين ارتري. لو في هنا وبعد كده ده هيكمل بعد كده ايه؟ هيكمل از ايه؟ اكسيلري هيكمل از ايه؟ برينكيال ارتري. برينكيال ارتري. لو في هنا اوكلوجن اوكلوجن للبلاب او اوكلوجن اللي هي اليومن انترفيس هنا قفل هنا بس بعد ده فاهم اوكلوجن من هنا كده لغايه هنا. لو ده كله اتقفل مفيش اي مشكله ولا فقط ابر ليبل ليبراه يجي هنا يجي هنا السيمولز كده كده ويكمل الابر ليبل. واضح؟ فاهم يا جماعه؟ يبقى السيمولز رولز كامله is important. It allows for collateral circulation to the upper limb sufficiently in case of obstruction of superior artery distal but sharp distal to the origin of the sinusopacal tract till the third bar of the artery proximal to the origin of the subscapular artery. اتفهم؟ فهمنا كويس؟ تمام؟ نيجي هنا الابتدائي فين؟ بيتكون ازاي؟ بيتكون طبعا ال بس ما خليش الارتر الاول. جاب الارتر عشان الاكسيلري ارتري بامريكان ادرور سيرس ماتريس ميجور بعد كده في عند القلب بيتقسم الى ريديال والله وبعد كده يكمل في الهاند باي ايه؟ سبارتيش ارش ما ارش. البريكال ارتري اللي هو حاجه اسمها فيني كومبيتانس دايما يديك ارتريس لها كل ارتري ليه اثنين فيز اسمها فينو كومبيتانس مصاحبينه اثنين حوالين الريدر واثنين مع الانر واثنين مع البريكر. الفينو كومبيتانس اوف ذا بريكر ارت الفينو كومبيتانس اوف ذا بريكر ارت مع الباتريك فين نعرفين قبل كده الباتريك فين لو انا في دوشه بيها اسقرش الاتر يديني ايه سيفاليك وبيديني يديني بازيليك تنسوا ولا ايه؟ البازيليك يبقى البازيليك هيكمل على الميديا سايد لغايه اللور بوردر اوف تنس ميجور اللي كده عندها الاكسيلري ارت بقى بيك الارت ده باتجاه العكس يبقى البازيليك فين يونايت وذا فيني كومبتانس اثنين فين مصاحبين البريك الارتري تو فورم توجذر ذا اكسيلري ايه؟ فين يبقى البازيليك فين قال البازيليك فين مع البين كومبتانس بريك الارتري الدلو بروسيس ايه ميجور يونايتد فورم ذا اكسيلري يمشي ميديا من الارك على طول لغايه الفيرست ريب واغير اسمه لايه سب كليفيان يبقى ايه ده اتجاه البين اتجاه العكس الارتري والتريبيوترز اوف ذا اكسيلري بين نفس الايه برانش اوف الاكسيلري ارتري ذا سيم ارت كلينيك نوت اكسيلري شيس اند بريك بريكسس الاكسيلري ارتري وبريك بريكسس موجودين في ايه الاكسيلري في حاجه اسمها اكسيلري شيش اوف فاشيا ماشي هذه الاكسيلري شيش ده اقدر استفيد بيه فيه الايه فيه بريك بيكسس ومعاها الايه البيسز يعني ايه فيه النيورو باسكولار باندل في الابر ليم نعم لا غير فيكتور فاشيا خالص حاجه اسمها اكسيلري فاشيا دي امتداد لحاجه اسمها كاروتيد فاشيا موجوده في الفين ديك الكاروتيد الارتس برضه كاروتيد الارتس عندنا كاروتيد مع الفين شجره فين بيبقى حوالين فاشيا اسمها كاروتيد شيز فدي ايه؟ حاجه دايما موجوده هنا في الابر لمب هنا فالاكسيلري شيس اهوت عندنا في اكسيلري شيس حوالي بيتا بيرسس والارتري بستفيد منه ممكن عايز اعمل ايه؟ نيرف بلوك اللي هنا او ما احس هنا اللور بودر اوف تريس ايه؟ تريس ميجور محسوسه هي احط ايه قدامها احس بالسيشن اوف ذا اكسيلري ارتس بار احن في المنطقه ديت
يبقى انا هنا ايه حقمت على البريكر بريكسس وبعد كده اعمل مساج اقفل الاول على الشيس كده واعمل مساج يبقى انا هنا اقدر ايه اعمل ايه باراليسيس اعمل عفوا باراليسيس اعمل ايه بلوك يعني ايه البريكر بريكسس اقدر استخدمها في حاجات انت كنت مثلا ايه اعمل مثلا ايه اوبريشن هنا في الابر لين في حاجه صغيره كده اقدر اعملها بلوك الانستيزيا بدون ما محتاجه خد العيان اللي هو بيسموها اللي هو بريك الرصاص ايه ديرو ده اللي هو حته ابايد هنا في المنطقه دي اكيد عندي انوريزما ده بيحصل في اثيروسكلروز وتروما او ثوراسيك او سيندروم ده طبعا ممكن يظهر على بريك الرصاص انوريزما يظهر على بريك الرصاص ويديني نيورولوجيكال مانيفيستاشن يعني ايه مينيرف مانيفيستاشن وكمان ممكن ايه يعمل لي كمان ايه اللي هو فيديني باراسيزيا عند مصر ريكس طبعا ده كلام ايه بوليسوس كوفيس سندروم هو حتى عشان اللي هو اللي تطوف النهارده في الكبطانة بوليسوس كوفيس سندروم بيشمل نيك بين وشولدر بين وارم بين وفي نيك بين وفي شولدر بين وفي ارم بين وفي في الهاند هنا ايه نمبس اند تنجلنج ايه ان ذا ايه فينجرز قلنا ديت بس تقريبا ارتيك زي ما اتكلمناها عليها طيب قلنا سمول ارم شولدر و لاجيست اجزاء ارتي ممكن الاجزاء ارتي كمان تربطه يعني مثلا غير ما هو قفل كده ممكن تربطه دوت في اي اوبريشن لو ربطت ده لاي سبب كده الراس والله ماشي كده هنا مفيش اي مشكله خالص الليجيشن سواء كان في اوكلوجن باثولوجي او انت عملت ليجيشن لسبب او لاخر مثلا في تيومر في منطقه وانت عايز توقف الراس والله عليه تعمل ليجيشن اكزيلا ارتي في منطقه معينه بس بشرط تبقى انت ايه يعني ايه بروكسيمال للايه للسبسكبرال ارتري وفتقدر البلاس سبلاي يمشي عن طريق الايه انا اسمه ساوند سكابولا يمشي كويس قوي بدون اي مشاكل للايه للعيان البريك الارتري طبعا بيدي دي برانش وبريك الارتري اللي هو اسمه بروفاند ارتري وديب ارتري بتاع الارم او ايه ده بيديني بعد كده بيشارك في انسمويز اراوند ذا البو انسمويز ذا البو بيديني حاجه اسمها سوبيريو انا براتر وبيديني حاجه اسمها انفيريو انا براتر تفهمهم ولا محتاجين ارسمهم دول؟ الانتيريور مع الانفيريور ولا السبيريور مع البوستيريور؟ طيب كويس ريحتوا لي خدتوا قبل كده؟ لا ما خدناها ما خدناها يبقى هنا من القلب احنا قلنا البريكا بتقسم الى ريديال والقلب البريكا يعني اسال البريكا بتقسم الى ريديال والقلب وادي اليومرس اليمين اللي بيكون ضايل وادي الناحيه دي اللي بتلاقيه بيكون ضايل يجي من البريكا سوبيريو انا براتر سوبيريو انا كولاترال ده يمشي ورا مين اللي بيكون ضايل فانا سموز مع ايه anterior ulnar مع posterior تبع posterior مع posterior ulnar recurrent recurrent يعني ايه عكس التيار يعني وبعد كده الانتيريور ulnar recurrent قبل منه يمشي قدام الايميج اللي بيكون ضيق فانا سموز مع هنا حاجه اسمها inferior ulnar collateral ده كان superior ulnar collateral اللي تحت اسمه ايه inferior ulnar collateral inferior ألدر كولاترال ماذا؟ inferior هنا كده عشان تبقى ايه؟ جنب بعض كده بتبقى اسهل superior ألدر كولاترال دوت اللي هو يبقى ايه؟ inferior ألدر كولاترال أنا سموز مع الانتيريور ألنر ريكارنت يبقى دي في انسمويز حوالين ده بيكون ضيق انتيريور ليها انتيريور ألنر ريكارنت اوف ذا ألنر ارتري مع الانتيريور ألنر كولاترال اوف ذا بريكل ارتري ورا منها سوبيل ألنر كولاترال اوف ذا بريكل مع البوستيريور ألنر ريكارنت اوف ذا ألنر ده حوالين ده بيكون ضيق
حوالين لفت الاوبنداين. ادي هنا البريكر هو ماشي بيديني البروفاند ارم بيديني هنا يبقى انتيريور انتيريور ريسيندنج برانش ولا هو مسميه اسم هنا ثاني؟ لا مش ميديا كولاترال اللي هو الانتيريور اللي هو ريديا كولاترال يعني انه مش مع ريديا النيرف يعني بتقول انتيريور ارنر ريسيندنج او هو هنا ايه؟ ريديا كولاترال خلينا زي المكتوب هنا ريديا كولاترال ارت ده انا اسمه هنا ده ريديا ارت ده ريديا ارت هيديني ريديا الكرم in front of the lateral condyle يبقى الريديال الكرنت من الريديال مع الايه الريديال كولاترال اوف ذا بريكر in front of the lateral condyle ماشي باقي لنا ايه ورا اللاترال ايه ايبوكوندايل معايا ولا ايه يجي هنا من الايه من البريكر اللي هو الميدل كولاترال يمشي ورا اللاترال ايبوكوندايل ويجي له هنا الانر ارت دي حاجه اسمها حاجه اسمها الاول كومن كومن انت اوسياس اف الكومن اتقسم الى انتيريور دي الدوشه دي يا دكتور كنا كويسين وبوستيريور البوستيريور انت اوسياس اللي هيمشي ورا مع الدي بلاش بتاعتك بوستيريور انت اوسياس يطلع منه حاجه اسمها ايه؟ انت اوسياس ريكارنت ارتري يبقى دوت حتى عشان كده بيسموه بوستيريور انت اوسياس ريكارنت ارتري ورا اللاتر كوندايل مع الميدل كولاتر مع الايه؟ مع الميدل كولاتر ارتري يبقى حوالي اللاتر كوندايل انتيري ريليا كولاتر اوف ذا بريك الاباف وريديا ريكارنت جاي من تحت من ايه من تحت ورا الميدل كولاتر جاي من فوق والانتر اوسياس ريكارنت اللي جاي من البوستيريور انتر اوسياس اللي جاي من الكومن انتر اوسياس اللي جاي من الارض كويس كده this is a smoothness around the elbow يبقى في اي حركات الالب موفمنت البلاس سبلاي استفيشنت مفيش اي مشكله خلاص فهمتوها اللي ما فهمهاش بقى عشان الوقت بيقراها وعايز اي حاجه بقى يجي لي في مكتب اقولها له بعدين مفيش مشكله انما انا كده شرحتها يعني ايه بالتفصيل هنا زي ما انت شايف كده في كمان حافظ موجودين حوالين المنطقه دي كلها طبعا البريك الارتري ممكن يتقطع في حاله السوبرا كوندايل فراكشر زيه زي الميديان نيرف الميديان نيرف بيتقطع في السوبرا كوندايل فراكشر ممكن معاه البريك الارتري البريك الارتري سبلاينج الايه سبلاينج الايه بيتقسم الانا وريديا الانا سبلاينج فليكسورز مينلي والريديا سبلاينج اكستنسورز مينلي ده بالنسبه للي هو الايه بلس سبلاي فهنا في الحاله دي الماسل سبلاي بين باي زين هيحصل لها ماسلز كبيره سترونج فليكسور اكستنسورز طبعا لما البلس سبلاي بتاعها يتقطع هيحصل ايه او يعني ايه بيحصل ايه بيحصل نوع من الايه يعني هيحصل المسل فايبرز هتحول تبقى يعني ايه ويل بي ديزيز يحصل فيها نوع من الكروزس بعد كده تتحول الى ايه فايبرس تيشو هيل باي فايبرس تيشو الفايبرس تيشو بيحصل له ايه كونتراكشر مش كونتراكشن هنا بقى كونتراكشن يعني ايه شورتنج كونتراكشن يعني شورتنج ويديني حاجه زي الكرو هاند يبقى بس بقى الهند عامله كده يعني ايه زي كرو هاند تبقى ده اسمه ايه فولكمانز الراجل وصفها فولكمانز اسكيميك كونتراكشن فولكمانز اسكيميك كونتراكشن فولكمانز اسكيميك كونتراكشن اللي هو بيحصل ان في السوبرا كوندايل فراكشر اوف ذا هيومرس يتقطع البريك الارتري المسلز سترونج فليكسورز واكستنسورز اوف ذا اي فور ار اللي سبلاي بي بيبقى يحصل لها يحصل لها نكروزس زي بيقام ريبديز باي فيبرس تيشو زي فيبرس تيشو يحصل له مع الوقت يحصل له ايه كونتراكشن يعني فيبروزس ما هو فيبروزس يحصل له ايه اللي هو شورتنينج دي شورتنينج هيأثر على التندونز بتاعت الفليكسور والاكستنسور فيعمل لها كلها ايه يعمل لها ايه كده نوع من الايه كلو هاند ديفورميتي بس ما ايه فولكمانز اسكيميك كونتراكشن مش كونتراكشن فولكمانز ده الخبر اللي وصفها اسكيميك تمام هي اسكيميا كونتراكشر اللي هو شورتنينج اوف ذا
fibrous tissue of the muscles وينتج عنه اللي هو ايه فولكمانز اسكيمو كونتراكشن اللي هو كلو هاند ابيرنس. نعم لا ده موجود على طول بيرمنت حالة برضك مزعجة جدا يعني بيرمنت الحالة دي. ماشي يا شباب قلنا الكلام ده عايز الصوره دي واضحه عشان بالنسبه للمو في الهاند انت بتعمل برقبه جسم من الهاند بتحرك كتير فالريدر والارنر في الهاند بيعملوا تو ارشز سوبرفيشال بالمر ارش ودي بالمر ارش ده قبل كده بيعملوا كمان على الكبر بونز انتيرو كبر ارش وبوستيرو كبر ارش يعني في اثنين هنا على الايه في بالنسبه للريست في انتيرو كبر وبوستيرو كبر في الهاند سوبرفيشال بالمر ارش والديب بالمر ارش اللي يحب يزود السوبرفيشال از فورمد مينلي باي ذا انر ارتري الديب از فورمد مينلي باي ذا ايه ريديال ارتري تاني يبقى سوبر يبقى ان ذا يعني ايه بتوين ذا ريديال ارتري اند ذا انر ارتري ذير ار فور اسيموليس ان ذا هاند تو ان ذا ريست اند تو ان ذا بالم ان ذا ريست وي هاف في انتيرور كاربر ارش ان فرونت اوف ذا كاربر بونز او ان فرونت اوف ذا ريست جوينت وبوستيرور كاربر ارش بيهايند ذا ريست جوينت in the hand we have superficial palmar arch and deep palmar arch superficial palmar arch is formed mainly by the ulnar we get an anastomosis from the radial the deep palmar arch is formed mainly by the radial we get an anastomosis from the ulnar they allow sufficient supply to the hand in case of a different motion of the hand like a grasping or a handling object يبقى يدي a plus supply للهاند irrespective of the type of movement occurring in the hand واضح؟ انا شايف كم واحد كده واحد اتنين تلاتة كده ناموا منا كده سقطوا سهوا كده يعني معايا يا شباب البين دكتور انا قلتها قبل كده ما فيش داعي ان نقلها تاني مش كده السيفاليك والبازيليك والسيفاليك يدي البين دكتور بعد كده ايه في النهايه البازيليك عمل الاكزيلري والسيفاليك بيصب في نهايه الايه الاكزيلري قبل رئيسة مكتصب ليبيا السيفاليك اللي هو لاترال drains into أو into the end of the axillary before it becomes subclavian artery ودي ايه تقسيمكم هي ودي هنا بس ودي كده عرفنا خلاص الساعة كام؟ بس ده احنا خلصنا على طول كده خلصنا على طول طيب اللي عندي سؤال احنا عندنا خمس دقايق اللي عنده سؤال يعني نعم لو حصل occlusion بعد السبسكابلر ارتري كان في السبسكابلر؟ ايوه اه تحصل كلوجن هل هذا يأثر على الليم كامل رغم انه هو يعتبر اسكيميا لو حصل كلوجن البريك الارت هو بعد السب سكابلر هو بريك الارت السب سكابلر هو السب سكابلر ده بيطلع من اخر حته من الاكسلر نفس الكلوجن بعد كده واحد يبقى ايه الرسم متفق قوي الرسم متفق قوي ايوه بعد السكابلر يبقى انا حاسب ايه بريك الارت بريك الارت هو واحد لو اتقفل فوق كده ايوه هيبص على كل ده لا لو اتكمل البصات كده يا جماعه انا لسه موجود ما فيش لو سمحت الواقف ده الواقف انا لسه ما مشيتش اقعد شويه ايوه لو اتقفل السبس كبلر نفس المنطقه دي سبس كبلر نفسه اتقفل ايوه راح يسوي انستموسس من تحت السكابولا الدورسال لا هتبقى السيركل قليله ايوه سيركل قليله تعتبر سكيني ضعيفه شويه ايوه يعني تعتبر شويه بس قليل بس مش هيختفي تماما تمام بس هيساعد كمان الايه اللي هم هو هيستنى كان نجم هيشتغل في الحاله دي هيساعد كمان بايه هم هيصور مع الطرفان ده وبطريقه الارض ما هيشتغل اي سؤال تاني واضح خلاص على الاخر يعني